من الناصرة ينضم إلينا محرر الشؤون العربية في صحيفة هآرات جاك خوري. أستاذ جاك، أهلا وسهلا بك. قراءتك أيضا لذهاب رئيس الموساد إلى الدوحة بعد التعديلات التي أدخلتها حماس، الجو داخل إسرائيل إلى ما يؤشر برأيك؟ تحياتي لك وللمشاهدين. أعتقد أن الجو في إسرائيل منقسم بين المستوى السياسي ممثلا بنتنياهو، سموتريتش وبن غفير كما ذكرتم في التقرير، بين المستوى الأمني العسكري الذي يؤيد كما يبدو بشكل أو بآخر الذهاب إلى صفقة مع بعض التعديلات التي قد تطرح في إطار جولة المفاوضات هذه التي قد تبدأ اليوم أو في الأيام القريبة القادمة. وهنالك طبعا رأي عام في إسرائيل خاصة من خلال منتدى عائلات الرهائن والمحتجزين الذي يضغط باتجاه أن تكون هنالك صفقة، وحتى لو كان هذا الأمر يؤدي إلى نهاية الحرب، وهو موقف قد يكون متقدم إذا قارناه مع ما كان في الأسابيع الماضية. وأعتقد تحدثنا أكثر من مرة أن الموقف العام في إسرائيل قبل أسابيع قليلة كان نعم مع إعادة الرهائن، ولكن لم يكن صوت واضح يدعو إلى وقف الحرب. الآن الصورة مختلفة عما كان في الأسابيع الماضية، خاصة وأن الكرة الآن بأكملها في ملعب شخص واحد اسمه بنيامين نتنياهو، بمعنى رد حركة حماس الذي كان ينتظر حتى على المستوى الإعلامي وصل إلى الوسطاء. جاء التسريب وهذا مهم من خلال مصادر أمنية عسكرية أن هنالك قاعدة للتقدم في المفاوضات بناء على الردود أو الملاحظات التي قدمتها حركة حماس، خاصة المطلب المتعلق بوقف الحرب في المرحلة الأولى، وبالتالي يمكن الوصول إلى صيغة تنهي الحرب في نهاية هذه الصفقة بعد تنفيذها بالكامل، وعندها يمكن التقدم إلى مسار ما في البعد السياسي. طبعا بالنسبة لنتنياهو هذه المعادلة هي خطيرة على مستقبله السياسي، وأعتقد نحن سنكون أمام مشهد ويبدو مثير في هذه الحالة. إذا كانت فعلا المؤسسة الأمنية والعسكرية صادقة في توجهاتها، في تسريباتها، في توجهها إلى المراقبين العسكريين، متفائل يقول بأنه نحن أقرب للاتفاق من أي وقت مضى. هذه أول مرة نسمع هذا الكلام من جالنت. هذا على المستوى العسكري، ولكن صحيح. ما ذكرته أيضا في التقرير هو صحيح، بمعنى هنالك محاولة من سموتريتش وبن غفير، وقد يكون من نتنياهو شخصيا الذهاب أو إيجاد أي ذريعة لمنع تنفيذ هذا الاتفاق وعدم إخراجه إلى حيز التنفيذ. السؤال الآن إلى أي مدى أيضا العراف الأمريكي، الوسيط الأمريكي ممثلا بالرئيس بايدن الجريح سياسيا بعد المناظرة التي كانت والجو العام، سينشغل أيضا في هذا الموضوع، سيضغط من خلال مؤسساته تحديدا ويليام بيرنز رئيس جهاز الموساد. بمعنى نحن الآن أمام قد يكون صراع أدمغة، وهذا حقيقي داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية، وكذلك أمام نتنياهو وفريقه. إلى أي مدى سيشكلون ضغط حقيقي؟ ولا ننسى أيضا الضغط الشعبي. يوم الأحد القريب 9 أشهر على هذه الحرب، هنالك مساعي لأن تبدأ عملية احتجاج واسعة في الشارع الإسرائيلي، ضغط أيضا على مرافق الهستدروت نقابة العمال باسمها التقليدي، لأن يكون هنالك أيضا إضرابات في المرافق الحيوية، بمعنى الذهاب إلى مرحلة شلل للضغط على هذه الحكومة وخاصة نتنياهو لقبول هذه الصفقة، بالإضافة إلى الضغط السياسي حول موعد الانتخابات. وبالتالي ما أيضا حاولت جمعه من معلومات منذ ساعات الصباح بعض الاتصالات، فعلا هنالك عدم وضوح، خاصة وأنا أذكر الجميع أنه قبل أن يأتي الرد الرسمي من قبل حركة حماس والمعلومات التي تحدثت عن بعض التفاؤل، اهتم نتنياهو ومن خلال بعض مقربيه إلى تسريب معلومات أن مطالب حركة حماس غير مقبولة. وبالتالي يجب أن ننظر إلى الأمر بالبعد والقراءة الإسرائيلية، بمعنى إذا قبلت إسرائيل بالمعادلة المطروحة الآن، بمعنى صفقة تبادل تؤدي إلى إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في نهاية هذه الصفقة، انسحاب كامل من قطاع غزة وكذلك وقف الحرب، ولا توجد آلية واضحة من الذي سيحكم غزة في المرحلة القادمة، هذا معنى أن حماس ستكون موجودة حتى لو كانت ضعيفة عسكريا، لكن لها وجود شعبي وسياسي. وبالتالي هذا قد يفسر في قراءة نتنياهو وفريقه وحتى مؤيديه أنها خسارة الحرب، رغم كل ما نشاهد من دمار هائل وعدد كبير غير مسبوق من الضحايا الفلسطينيين. وبالتالي المعادلة
معقدة مركبة، وأعتقد عدم وجود رؤية حتى دولية وعربية وفلسطينية، أقولها بصراحة، واضحة لليوم التالي، بمعنى أن يكون نوع من الإحراج السياسي. نحن كفلسطينيين على مستوى القيادة، على مستوى منظمة التحرير، على مستوى الدول العربية، لدينا معادلة واضحة لليوم التالي، هذا غير مطروح، وهذا يمكن أن يشكل أيضا كقاعدة ضغط على نتنياهو وحتى على الرأي العام الإسرائيلي، من الذي سيشرف على إدارة الأمور في المرحلة المقبلة. وهنا ولكن هناك أفكار أستاذ جاك يعني يتم تناولها، وحتى ما سمعناه بالأمس من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أنه قوة أممية تشارك فيها بعض الدول أيضا للمرحلة الثانية من قطاع غزة أو في اليوم التالي. ولكن قبل أن نصل إلى هناك، لأنه كما ذكرت وبهذه القراءة والتي وصفتها بالمعقدة وهي عمليا معقدة، نحن بعيدين عن هذا الموضوع، ولكن يبقى السؤال: هامش المناورة اليوم لدى بنيامين نتنياهو مع الضغط الأمريكي، مع تنازلات ومرونة من قبل حماس، إلى أي مدى يمكن أن يعطيه مجال؟ لأنه حتى أقله بمرحلة أولى، يعني حتى حماس مطلب الذي كان نتنياهو يقول بأنه هذا مرفوض نهائيا فيما يتعلق بانسحاب كامل في المرحلة الأولى لإسرائيل أو القوات الإسرائيلية من القطاع، هذا الموضوع أجل ربما أو رحل للمرحلة الثالثة، وحتى ضمانات مكتوبة حماس تقول ربما أنه يمكن أن تقبل بضمانات شفهية. بالتالي الهامش ألا يضيق اليوم، خصوصا أن الرأي العام الإسرائيلي بمعارضته وبوسائل إعلامه يقولون مسبقا أنه سيسعى نتنياهو لعرقلة هذه الجولة من المفاوضات. وهنا كما ذكرت حقيقة الأمر، يعني الآن نحن في صراع قد يدخل فعلا لمواجهة لأول مرة وواضحة، بمعنى الآن لا نستطيع أن نقول بأن الكرة كما تحدث حتى الأمريكي عدة مرات فقط في ملعب حركة حماس. الآن حماس قدمت الرد، هنالك بعض التفاصيل المتعلقة بآلية التنفيذ، ولكن أعتقد أن هنالك شبه إجماع داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية أن هنالك قاعدة للتقدم في هذا الموضوع. السؤال: لأي مدى نتنياهو سيذهب في المناورة إلى تجزئة هذه الصفقة، بمعنى أن يقبل بفعل الضغط الشعبي والأمريكي وأيضا كل ما يتطور الآن على المستوى السياسي والعسكري بأن تنفذ هذه الصفقة، ويجد ذريعة في مرحلة ما أن يقوم بالتأجيل أو التأخير أو عرقلة هذه الصفقة. وهنا يدخل على الخط البعد الأساسي، وهو الضغط الدولي تحديدا من قبل الولايات المتحدة لتفرض عمليا وقائع على الأرض وأيضا الوقائع في الميدان، بمعنى أن تكون هنالك حلول مطروحة. وأنا أتحفظ مما ذكرت بالمفهوم، نحن بعد 9 أشهر الآن أن هنالك أفكار، قد يكون موضوع التداول بأفكار على المستوى الإعلامي على مستوى النقاش الشعبي، ولكن أنا أعتقد أن إذا كان هنالك دبلوماسية عربية وفلسطينية وهنالك فعلا أفكار، كان من المفروض أن تطرح هذه الأفكار منذ أشهر ومنذ أسابيع وأن تكون جاهزة للطرح. يعني لا يمكن الحديث الآن عن أفكار، مع احترامي للجميع، بعد 9 أشهر. هنالك أيضا انتقاد حتى داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل لنتنياهو. عادة هنالك يعني فرق ومجموعات دراسة تعمل لتهيئ للمرحلة المقبلة بعيدا عن الضجيج الإعلامي وبعيدا عن التصريحات التي تحدث هنا وهناك. هل نحن اليوم بعد 9 أشهر لا أحد يطرح مشروع سياسي واضح بالنسبة للمرحلة المقبلة؟ أم هنالك أيضا لكل هذه الجهات العربية والدولية لا توجد يعني إجابات على 3 أسئلة واضحة؟ أولا، حتى متى سيبقى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل انتشار كامل أو بإعادة انتشار من خلال السيطرة على محورين؟ هذا واضح أنه مرفوض، يعني الجميع يتحدث أستاذ جاك عن، اعذرني على المقاطعة أنت وقتنا، يتحدث عن حل الدولتين بطبيعة الحال، إن كان هناك قوات دولية أو عربية ستكون على شكل مرحلة انتقالية، ولكن وجود إسرائيلي بقوات إسرائيلية داخل قطاع غزة حتى من الأمريكي هذا مرفوض. شكرا جزيلا لك من الناصرة، كنت معنا أستاذ جاك خوري محرر الشؤون العربية في صحيفة هآرتس.